يا احمد يا حسام عمر، الكره بقى للجد احمد عمر هذا. تعالى يا احمد تعالى. اولا مع الشيخ الجليل الفاضل احمد عمر هذا. احمد عمر هذا الله يرحمه. تعالى تعالى تعالى. انت وانت احمد وانت من القواعد تعالى. والله يا اخويا عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ بقول لك عاجبك؟ احمد عمر اسد سعيد، اهلا وسهلا بيكم، اسعد الله مساءكم جميعا، اصدقائي وصديقاتي كل باسمي وصفتي، هذه ليله سعيده. يا ريت يا جماعه نقعد بس 5 دقائق او دقيقتين لو سمحتوا. لو سمحتوا دكتور امير، دكتور امير يا دكتور امير اتفضل، عشان نسيت احمد عمر اسد هيقول كلمتين. الله يرحمه. أنا سعيد جدا إن الليلة في حاجة جديدة اسمها الطريق إلى أكتوبر، ولكن أنا سعادتي بدأتها بدكتورة فاتن عرف في إدارة الحوار، وإن هي كمان ما خدتش فرصتها، لأن الفلوس كانت كتير جدا، وكنت عارف إن لو أدارت الحوار كان هيبقى أحسن من كده بكتير جدا، لو إحنا استفدنا من العلاقة الزمنية والبينية والمكانية بين المحاورة الأستاذة الدكتورة فاتن عرف وأستاذتي وبين الأستاذ الجليل الكاتب والمؤرخ الكبير الصحفي صاحب العمود التاريخي في العالم الصحفي في الوطن العربي الدكتور محمد الشافعي. دكتور محمد الشافعي، اتمنى ان حضرتك تحول موضوع الطريق الى اكتوبر الى الطريق الى اكتوبر كمان ايضا في النصره الاعلاميه. ايضا في النصره. ايوه يا باشا. لا اتفضل. عايز حديث ولا حاجه؟ لا اتفضل. عايز فتوى؟ الساعة 8 الصبح. ما بخلص اهو، انا بتكلم كلام كويس. بتمنى ان يبقى الطريق الى اكتوبر مش ناحية عسكرية بس، انما تكون ناحية امن قومي ايضا، وناحية اجتماعية وناحية نفسية، وايضا نقلة نوعية في الاعلام اللي حضرتك فيه دور كبير جدا فيه، ويبقى يعني نحول الكلام اللي موجود هنا، انا طبعا ما شفتش الكتاب لسه ولا اعرفه، لما نحول الكلام اللي موجود هنا الى خدمة وطنية للاعلام اللي انا مبسوط جدا من نسبيرو زمان، قناه نسبيرو زمان والقنوات المتخصصه بقى لهم دلوقتي 15 يوم على الرئيس الراحل العظيم خالد الزيت جمال عبد الناصر في كل خطبه وايضا كل مفردات حرب اكتوبر. بصراحه يعني انا سعيد جدا، وانا بحييكم وليله سعيده، ومن نقابه الصحفيين احييكم، واتمنى ان شاء الله يبقى في ندوه موسعه لا يبقى حضرتك الدكتوره فاتن وحضرتك يبقى في ضيوف، ويبقى نفتح الحوار ونتكلم كتير جدا عن الكتب بتاعتك. تحياتي استاذ عمر لقاده الصحفيين من القاهره. شكرا لك.